فاروق جعفر. فاروق جعفر محدش خلاه يدرب في نادي الزمالك الا انا 3 مرات. فاروق جعفر بيمشي كل مره بمصيبه. دلوقتي ليه؟ المدرب. هو انا اديت له على قده 12 جنيه في الشهر. 12 جنيه في الشهر. ده مرتبه، ده حجمه. ده مستواه. هو كان موافق؟ وافق. 12 جنيه اعمل له ايه؟ ده حجمه 12 جنيه. كابتن فاروق جعفر كان صديقي واختلفنا بسبب نادي الزمالك، لان حطيت له مرتب 12 جنيه في الشهر. وعلى فكره هو المرتب مش 12 جنيه في الشهر، وانا بقول بضمير الاله الكاتبه لما جت تعمل عقد شالت الثلاث اصفار، هم 12000 جنيه. ايه قلت تاني كده؟ انا اديت له على قده 12 جنيه في الشهر. ايه قلت تاني كده؟ هم 12000 جنيه. كلامك وعمال على بطال، اللي بيتقال بتغير فيه. شايف اللي بالك ما باخدش مرتب لغايه دلوقتي، لان هو المفروض ياخد 30000، ياخد 60000. المفروض ياخد 30000. ايه قلت تاني كده؟ المفروض ياخد 30000، ياخد 60000. هو بيقول ان انا بقبض 12000 جنيه. الكلام ده عيب ان هو يقوله من رئيس نادي. عيب يعني، انا بس الكلمه دي اقول عيب ان هو يقول الكلمه دي. احنا كبرنا، واحنا ما عيب. الناس المفروض الناس الصغيره او الناس اللي بتسمعنا لازم تثق في كلامنا وتحترمنا، عشان احنا كلمتنا كلمه. حضرتك بتقبض كام يا كابتن فاروق المفروض؟ نعم انا بقبض 45000 جنيه. هو ما فيش فلوس في النادي الدهالي. ايه قلت تاني كده؟ انا اديت له على قده 12 جنيه في الشهر. مين تقصد ان انا؟ انا بقبض 45000 جنيه. ايه قلت تاني كده؟ هم 12000 جنيه. مين تقصد ان انا؟ انا بقبض 45000 جنيه. ايه قلت تاني كده؟ المفروض ياخد 30000، ياخد 60000. مين تقصد ان انا؟ انا بقبض 45000 جنيه. وانا بقول بضمير كلامك دي وعمال على بطال، اللي بيتقال بتغير.